وإيه اللي حصل لكل ده يا معلم؟ حط لسانك جوه حنكك والجدع ده او اللي هيفضل منه يروح للجيز الحنوط ويتقالوا من طرف المعلم مهدي بدور عمده عراقيه تنزل بدور تاخد له في الصدور ولا نرتجع. سامعني يا مرة عادي يفضل. انا قلت الواد يستنى، مش ده ابنكم اللي عكوكوا العكه دي؟ وعشان ايه ده احنا بنعامله زي سمير وحوريه؟ ده جزائنا تمد ايدك على مراتي؟ ديلي القلم عشان الرمه العيل بتاعك. لولا ان ضنايا نايم كنت جبت ودوس بالجزمه على ابنك. شحال لو ما كانش المخروب ده مفتوح من خير المعلم. استموت يا اخويا استموت. بقول لك ايه، شغل النسوان ده ما يخشش علينا يا زباله الرجاله. ده انا لسه يا دوب ابتدي. أبويا دي موتة ربنا واحنا ملناش دخل بيها، وانت ست مؤمنة. انا طول عمري جدع وياكم وطول عمري بقف معاكم. الدفنة والمصاريف وفتح البيت من النهاردة عندي، وإبراهيم ابني مفيش كلام. غدا إبراهيم هندفن الظهرية، بعد الدفنة تطلع المحل عندي تستلم الشغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.
عشري ده لحم اللي بتخبط فيها بني ادم. وراح اكتر من كده يا هيمه. خشبه غويطه عندها لها تجيلي. نام انت على بطك ونخبط في لحمك وتعرف يعني ايه بالراحه. هم قادرنا يا هيمه استنياني. نط علينا من كل حته. جاروني جاري ادي الكلب واللي خلقك ما عارف انا جريته ازاي. استنى سيد شيبه كان واقف على المصي قبل الكبسه كان بيعمل ايه؟ البنطلون بنت نرجس انت كسرت البنطلون؟ بتدور على الكيس اللي كنت ربطه في البنطلون؟ اه ما تخافش قصيته يمكن تحب ترميه. هي حاجتنا عشان نرميها؟ لا اتمسك بيه. هتمسك اكرامي ابراهيم. كيس ده عملني يا ابراهيم. ليه؟ ضع منك ازاي عشان مش عارف انا دماغي هتسيح. عشري ها تعرف مين اللي خد الكيس؟ مين؟ البائف سيد شيبة. انا وانت كنا مشغولين بنجري بالظباط والمخبرين. الظباط والمخبرين كانوا مشغولين بالجري ورانا. مين اللي فاضي وبيتفرج على الفيلم ده كله؟ شيبة. على فين؟ الحاجة هترجع. الحاجة هترجع ازاي بس يا ابراهيم؟ سيد شيبة يعني هتحك في عبد الملك زرزور وعياله؟ ده راجل من رجالتهم. انت لو رحت يا ابراهيم مش هترجع، واذا رجعت يبقى فتحت علينا طاعة جهنم. هروح وهرجع ولو ما رجعتش يبقى انت السبب. عشر يا ابراهيم. يا على ابراهيم شغل دماغك. انت نسيت الحمله اللي نزلوا بيها علينا في الحته؟ مش صفوا الواد عندي قدام اهله وقال الحته كلها عشان راح عمل لهم محضر ضرب وما رضيش يتنزل؟ ولا كانوا بيعلموا عليه ولا كانوا بيعلموه، كانوا بياخدوا السر الالهي والكلام كان قدام عينك وكنا واقفين. مش طلعوا عليه عبده شخصيه وسراج زرزور والجرح وزنقوه بالمطاوي جري يستنجد بخلق الله الكل عمل اعمى؟ نسيت؟ الحالة دي لو ما رجعتش احنا اللي هنروح، لانهم هيجوا علينا وهيطمعوا فينا. ده غير اصحاب الحاجة راس مالهم هيسيبوه نفس تشغل دماغك. بلاش القصة دي يا ابراهيم، هنروح برجلينا الحتة اللي انت ذبحت فيها المعلم. عشري مين قالك انك هتيجي معايا؟ عايز اقوالة دي؟ ما طول عمرنا كتف في كتف في اياته ومصلحة. ان شاء الله حتى لو رايحين جهنم. المصلحة دي بالذات بقى هخلصها مفرد. تبقى كبيرة دي يا ابراهيم. الكيس ده عاملني انا كده انا لبست طاح. معلش خليها عليك المره دي واسمع كلام اخوك. طب خدني معاك اخفلك اشدلك وشهم. يا بني ادم مروحتي لوحدي عندي فرصه ارجع بالحاجه وعلى رجليا كمان. مروحتنا احنا الاثنين يعني حامله يعني اتنين ميتين. عشري انا رايح صاحب حق وانا كلامي ايه؟ سكر يا فجرك يا اخي. يعني ماليش خاطر عندك؟ الهي وانت جاي تطب ساكت يا ابراهيم قبل ما توصل له. ولو اني متاكد ان ملوش فيه كنت حلفت ان ابراهيم سافر شريط ابي تريل وسايق. ابراهيم ما يخافش الا من الغشيم. الغشيم يعني يا هيموتك يا هيزنقك تقتله. من الحكومه تصدر لك قفاها في اياتها حاجه حتى لو داخل لها مشؤوم نصين الا الاكل. الصيعه انك تعور ما تموتش، تشرط سطحي ما تغزش، تكسر عين اللي قدام منك وتقلبه مرض وتخليه يمشي في وسط الناس وعلى قرطه توقيعك. انما دول الزرازير.
شوق لحاجة؟ ايه؟ حياتك تاني غشيم زيك تن روحك طلعت من ياما. اتكلم وحق ما يسلم مني. مش طلعت روح برضك؟ طالما كده طلعت روح وكده طلعت روح بنا نصيبي بقى. مفيش كلام بس هاخد الحق صنعة وإيه؟ بالأصول. وأنت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا أنا شايف فيها صنعة ولا هومت من الأصول. دي دخلة إنك لميت وإنهم لميتون. الولد ده بينزل حتتنا وبيطلع منها حسنة ومن ورا ظهوركم ومش من الصنف بتاعكم كمان. ورغم إن أنا عارف إنه لا مؤاخذة يعني مغمضكم بلعناها اكراما لمقامك واتقلنا عليه. يرضيك يبلغ عندنا وياخد البضاعه؟ الصف انت تقصد البن؟ كذاب كذاب يا سيد الناس. ما حصلش. بيقول اي كلام على الفتح عشان ينفذ برقبته. يا روح ما بعدك روح. وبعدين لو فرض يا سيد الناس وده حصل هتقدمنا؟ وفين؟ هنا في حتتنا؟ انت ضارب ايه؟ ها؟ ضارب ايه؟ انت ضارب ايه؟ انت ولاك دخلها بحالها.
هات الكيس يا شيبة، هات الكيس. انت ذكر صحيح، قلبي ميت لكن اخضر. انا بتوصلني اخبارك، جرأة حلوة، جرأة حلوة مفيش كلام. بس زي ما سيد شيبة الله يرحمه ما كان بيقول، يا روح ما بعدك روح، يا ما راح زيك واصغر منك كمان، كانوا عاملين 100 راجل في بعض. هات الكيس ده. فديت نفسك بيه. انت هتشتغل معايا وهتكسب اكتر من اللي كنت بتكسبه 3 مرات. ماشي، بس انا مش بطول. ايه فرياجي؟ هاتوا معاك، ده اول شغلك. لما تكبر لما تدي صاحب الحاجة حقه، مكسب بالنص، بعد كده الشغل من عندي. ايه؟ تعال يا ابراهيم، تعال يا ابراهيم، تعال ما تخافش، عندي سالك بن مؤقتا. تعال قرب، بعد كده فتيلة. حاضر. تقصها سبيرتو، بودرة سالفة وحبة شيلر من عند العطار، تلف عليها صوفة والمغربية تشيلها. حاضر. ماشي؟ حاضر يا سيدي الناس. مع السلامة يا ابراهيم. مع السلامة. ايه اللي انت عملته ده يابا؟ كده يابا يبقى تفرقة في عيد بينك. لو في نخلة فرعة في حوش بيتك جذورها مدت وهيجيلها يوم تضايق، تقطعها على طول ولا تستنى بلاحها الاول وبعدين تقطع؟ تقطع كام ده؟ انت هتصورني بقول لك تقطع كام؟ 40 جنيه معاك. 40 جنيه؟ هقولها لك تاني، 4 ب10، 2 ب20، 8 ب5. خلاص انت هتديني درس حساب. وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما تجيب لي انا كمان فستان بالمره امي حته سوق. استناني انا يسلم. انت يا جدع، انت انت يا عم، انا مش بكلمك، نورني. ده اسمه ايه ده؟ العكس ولا ايه؟ وبعدين لو معاكس ده منظر واحد يتعاكس. ها انا عكسك انت؟ انت اتجننت. انت عارف انت بتلعب مع مين؟ يا ست اللي جاي العب ولا جاي اتنيل؟ انا ضيف تقيل وعوام روح وجه. شلها يا سيدنا الضيف، ما تستنى اعلق لك على فنجان قهوه. اوام فنجان قهوه؟
انت مجيلة قوي جلدة. والبعيد ما عندوش دم ليه؟ اتمنك يعني ضربت لك كم واحد؟ ما انت اسم الله على مقامك اهو طالع متخرش. ولا تاخد مرايتي تبص فيها؟ عارفه باب العزل؟ لا اله الا الله. استناني هنا ما تتحركش دقيقه واكون عندك بالفلوس. ما احبش انا الجماهير وما باخدش حاجه من حد لا غريب ولا قريب. قريب انت مدبقني بقى. يوم الاثنين الساعه 7 عند باب العزل. ما ينفعش يا صاحبي. ايه يا عم الحاج اللي انت بتقول؟ انت يا عم، انت يا عم فتاوى. يوم الاثنين. انت يا عم شجيع السيما. الساعة 7 بس. عم روح يا عم. هناكل لقمة سوا. انت ناوي تاكل كام حماميه من دول كده بالصلاه على النبي؟ خلاص خلينا نبهلق في بعض كده طول الليل. والنبي انا حاسه ان انا مبوظه عليك لقمتك. ابراهيم انت بتحلم؟ لا ما بحلمش. مش قصدي وانت نايم. اصلا ايه اللي ما بيحلمش ما بيتكلمش؟ امال جايبني هنا ليه؟ عمرك سوقت عربيه؟ عمرك سوقت عربيه؟ ايه؟ افتح 10 يا ابراهيم. ابراهيم استنى 10 ايه؟ فيها ابراهيم ايه اخرب؟ مؤاخذه استر نفسك وعايزك في مشوار. مشوار دلوقتي؟ ايوه مشوار مهم يا عاشق. مش هينفع ابراهيم. تعالى انا حته بره. ايوه في حاجه؟ لا مفيش بنتي يلا استر نفسك يا عاشق دلوقتي. بنتي يلا اوعى تتحركي. ها بس اخلص خالص. ما يحصل دلوقتي بشوقك يبقى سهل او صعب. احكي لك على الصعب الاول ولما تسمع السهل هتختار انت لوحدك على طول زي كل اللي قبل منك مختاره الا واحد طلع عند فوق. انا لو مكانك اختار السهل الا لو انت غبي بقى. انت غبي؟ عندك عيال؟ طب كويس. اخويا المدام بتاعته بتتوحم تركب عربيه الساعه دي. كام لفه كده وهنمشي على طول. لو انت هبلت لو عملت فيها ذكر لو صرخت هفتح لك وشك وهبك فيك وهغز فيك لحد ما هصفيك. شغلتي وهنركب برضك. خلاص يا عشري هنركب ولا نروح؟ هنركب.
وايه كمان يا حوريه؟ انت بتنادي صحابك صح؟ بتنادي صحابك؟ طب اسمع دي بقى يا ابراهيم. انت عارفه انت فين؟ فين؟ انت في عربية الملك فؤاد كان بيصيف بيها كل سنة في اسكندرية. لا يا شيخ الملك. طب احسن نقلبه ولا حاجة. وانت عرفت بقى القصة دي ازاي؟ الملك واسكندرية والمشاوير. أقول ايه كان سواق؟ يا بنت المجنونة عيان راكب ميت. يلا هتدور 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 لما صاحبها يدور. يلا بلاش عطلة. استنى عريق كده يا جدع، حرام عليك، ده احنا رايحين نشتغل وعلى المغمض. بالظبط كده شغل، ودي مجموعة الشغل، دي مجموعة البرد اللي بتاخدها من اجل خنجر. خليك كده انت، كده خليك كده، البرد بيروح يا بني ادم، الدماغ لو راحت ما بترجعش. البرشام هياكل دماغك، البرشام وزازة ال 84 والجرأة الكدابة اللي أنت عايش فيها دي هتوديك في ده إن شاء الله. وبقول هيما إيه؟ أبو العلم في الراس مش الكراس. اللي قلبه ميت يعني يعمل إيه؟ يقف في البيت يعمل بلوفرات وينكف في الجيران؟ الحق يا هيما، أنا قريت من أسبوع في الجرنان نلعت الكبش ولعت البنات اللي فيها. عملت إيه واحد أمك؟ قريت؟ ايوه قريت. عديها يا عم هيما، لعلمك بقى انا هحتكم على كام حرف من ايام كتاب الشيخ رزق، ومجمع لي كبش تنين من رمه الاصلاحيه، والباقي بهايمه كده الشكل. عديناها خلص. اه المهم، الخلق اللي هاجوا على الحكومه اترموا في الشارع، بقوا يشيلوا لهم الجثث المحروقه ويرموها من فوق سور مجلس الشعب. دلوقتي بيوزعوا عليهم شقق ببلاش، بس شرط يبقى معاك عقد قديم. انا بقى ثبت واد في الحي هيجيب لنا عقدين، الواحد ب 3000 جنيه ونقلب الشقه على 15. قلت ايه؟ هيما تمام 10 على 10، بس ركز معايا. الواد غنام ده انا مش مستريح له، والمعلم مصمم ان يجي معانا. قال ايه؟ عشان هو يعرف العربويه واحنا عمرنا ما شفناها قبل كده. عينك عليا وما تعملش حاجه لما انا اعملها الاول. لقيتني واقف تقف زيي، نفذت تنفذ. فاهم؟ فاهم. استر يا رب. بقول لك ايه؟ مش هتقول بقى مين الموزع؟ ليه انت غبي غباوه؟ مين الموزع يا هيما؟ حريه. حرية 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 يا هيما، حرية حرية يا عشر. ليه يا ابراهيم؟ يلا كده هو جنان على ايدك يا اسطى. يا اسطى
مصيرتك كحل يا ابو الرجاله. خد المعلم عايزك تعد الفلوس دي قبل ما تسلمها، حطها في الشنطه دي. مين البنت اللي غناها؟ شيلها من دماغك للطير دماغك. حكم المعلم بعيد عنك، عنده لطف بنت العفريته دي. وبعدين ايه ده؟ ايه الرمي ده؟ انت رايح تدفع مهر؟ الله. وبعدين كده الشنطه ما تسعش. وايه اللي حيشه عنها؟ ربنا يكفيك شر الراجل لما يحب مره. قول امين. ايه يا سيدي؟ بص المعلم يقدر ينقي اي مره من هنا لغايه ما تجيب عينيه. بشخلال تجيبه، بجزين اقلام، بطلعة نفس زي ما تخلص. لكن يجي عند بنت العفريته دي ويقلب تلموس خيبان. يا سلام. واشمعنى بقى؟ حكايه غريبه كده، الحته كلها عارفاها من ياما. ما تعرفش ايه منها الصدق وايه منها الهطس. صحيت الحته على دخله معلمك، جاب دولته وركب الجبل. البنت كانت قيمه 12 13، لكن ايه؟ مره مسخوطه. كيانه اتشقلب، افتكر نفسه هيربي وزة قدام عينيه، ولما تبقى مرة يجي قطفها. الوزة قلب الطير جارح يا معلم، فضلت تغزله سنة ورا سنة، فحكم عليها بالبور. جدع ورا جدع يجي يتقدم للسنيورة، كل ما يعجبها واحد ما يفوتش يوم إلا وتلاقيه دهسه الكاميون يطلعوه من طرنش صرفة مخنوق، يلاقوا جثته عند الهويس منفوخة وملهاش معالم. بطل رغي نسوان اللي انت عمال ترغيه ده، ما تشعل يلا وخلص بقى. انا برضه اللي برغي رغي نسوان؟ اه منفوخه وملهاش معالم. اه ده اكتر من كده. شفت بقى ان انت اللي بترغي رغي نسوان؟ يلا يلا بدل ما اظبط لك الثاني. يلا ايه ده؟ رايح فين البيت ده؟ يا عم هيكون راح فين يعني؟ جاي معانا؟ لا جاي ولا رايح، المشوار ده انا وانت ما فيهاش هو، وكلام المعلم كان واضح قدامك، وبعدين انت بسم الله ما شاء الله مش رايحين نقط وفرح عشان لمن الناس، هات يا عم الشنطه منك ليه؟ راسك هتسيب جتتك قبل ما ايدي تسيب الشنطه. وبعدين انت حيلا عنوانجي، الكلمه كلمتي والتصرف تصرفي، مش ده كلام المعلم بتاعك؟ ها؟ خلاص مش عاجبك هيطلع صحيح، شوف هيحكم بينا يقول ايه؟ ماشي خلاص، الوقت بيمر والناس مستنيه. انفدوا قدامي بس يمين بالله ما هتنفدوا من المعالم لما نيجي. انت اسمك ايه بقى على كل الحس اللي لا 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 مالك كده يا عم شايف نفسك؟ اسمك ايه بس؟ عشرة يا مالك يا عم شايف نفسك كده؟ يعني انت اللي عامل في وشه كده يا ايمه؟ عامل في وشه كده ايه؟ رسم خريطه؟ انا ماليش لازمه يا ابراهيم، خلي الولد ده يسكت. ابراهيم يا ايمه مش هتحرك من هنا. يلا يا عم غنام الكوشه بتاعتك دي يا معلم. بص قدام، بص قدامك بقول لك. الله عشرة ولا عشرة دي سيجارة انت بسرعني. سيجارة بتاعت امك. حقك علينا يا شيخ العرب، والرسالة وصلت غلط. ها فين المشايخ؟ ايه مالك رايح فين؟ صح كده مولانا؟ دي طريقتنا، ناخدوا سلاحكم تو وما نمشي، ما في سلاح ما في بضاعة. تسمع الكلام متلخص. ماشي عنك انت عنك. امن على بضاعتك قبل ما تمشي. انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم. بس يا بس ايه؟ الرجاله دي مش تمام، الرجاله دي فاكره لك خرفان. عشان ابوس في واحد اهو. الراجل بتاعي فوق اهو. يا كلامي الله يحلى يا قصه. انتوا عايزين منا يا العالم وانت يا you
هرجع معانا لزرزور. زرزور؟ مرميني بعد طويلة هنا في الهول ها؟ ده انا يا ابو الفكر. ابراهيم خد منه سلاح ابراهيم. زرزور صاحب الكلمة. قتلتوني من غير علمه. مش هيسمعك. هيقبض روحك. انا عارفه. مش زرزور الكبير. اللي بعته انا عارفه. بس نفسي اسمعها منك. ما تفرفرش قولها لي في ودني. قولها لي في ودني. مين اللي بعتك؟ حرام شغلنا. حرام شغلنا. حرام شغلنا. ساعتها لازم اسيب الحته دي وانساها. تغور الحته انت باقي علي فيها يعني. حاجات تخصني بقى. الولايه امي دي اعمل فيها ايه اللي ملهاش مراره دي؟ وسمير، سمير حمل
ملوش غيري. تجيبي بطاقتك اكتب عليكي ونصبر لحد ما ندبر امورنا. مش هيسيبنا في حالنا لو رحنا فين. مش هيسيبنا في حالنا انا عارف. ورحمه امي في تربتها. ما في جنس مخلوق خلقه ربنا يقدر يلمس شعره منك طول ما فيها نفس. ده انت في عناية يا بنت، في عناية اليوم الدين. الله جراح على ايه؟ ده راح نفترك برحمة امي. خلاص مصدقك. يبقى تسمعي اذان الفجر من هنا طيران على الطرق. هتلاقيني واقف مستنيكي عند المدخل. لسه الكازيون اهو، اللي عايز يقول حاجه يقولها. ماشي. صلاة الغائب. الله أكبر. ولا بلاش الفاتحة الغنام. هو مش نطق الشهادتين يبقى أخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. عظمك ناشف. بس في حاجة أنا مش فاهمها. تعالوا. مش عارف. هتلاقي اللي مش فاهمه يعني مثلا هم يعني ضربوه ولا رموه فوق الجبل ولا خنقوه. اصل انت لما تحسبها ف جايز يا سيد المعلمين. لما انا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. اتفضلوا انتوا، اتفضلوا اسبقوني على الليله الحلوه. تعالى يا جرحي، عايز اقول لك حاجه. انا يا دار ابيض خايف من ايه وانا حكلك؟ يا ريت كان ليا في الخشن. الله، هو غنم قال حاجه؟ هيفضل عيل واحد بعد كده بس مش جرحي. تعك من ورا ظهري تسمع عدوي. كان ريت غنم عليه وبعته الاكل. وبعد كده علم عليك يا بس. وفي يوم وليله اسم ابراهيم الابيض لعلع، مش بس في الاباجيه، لا في كل حته. ومحدش بقى يحكي الحكايه زي ما حصل. اول ما اتشاف ديما بعدها كان في طهور برص صغير من عيال عبده شخصيا. الديب الكبير كان عاملها له ليله. كل اللي عاملين 100 ذكر في بعض، نصر السني، مصطفى قرني، حتى محمد فرعون، كلهم يمشوا في اي مصلحه الا القتل. الحكومه تتقلب لحد ما هيجيبوك. لو كنت في سابع عرض هتتجاب، ولو غلبوا هيحجز امك ومراتك. هيما تسلم ايده قتل اربعه في حمله واحده وراجع بالفلوس والبضاعه. Oh!
انهي ابراهيم فيهم؟ البلطجي اللي بيكسر بيوت الناس في نصاص الليالي ولا المجرم اللي قتل ابويا؟ بصلي في عينيا وقولي انك ما قتلتوش. قولي ان امي وليا خرفانه. طب انا بقى بعرف اقتل. جريمه بشعه. مقتل صاحب محل طيور قصر طعن صبي عامل. هروب الصبي ومازال البحث جاري عنه. ست طعنات اودت بحياته لما ظبطوا بيسرق الايراد. ولما عاتبه غفله الصبي وسدد له ست طعنات وسقط التاني على الارض وظل ينازع الموت عشان عربيه الاسعاف ما عرفتش توصل. اكمل وكان المجني عليه بيتخذ المتهم ابراهيم عوده كابن له وبيعطف عليه وكان جزاته الاكل. دلوقتي اطلع بره خطوه كمان ورحمه ابويا ولا قتلك. حريه قتلت ابوها وجت ورث البنت يا نجس يا ابن النكسين. هي ريحتك شمتها اول ما رجلي خطت على باب البيت. نفس الريحه الشؤم اللي كانت هتضيعني وانا عيل صغير وعايزه تضيعني دلوقتي. ريحه وساخه ونتانه. ابراهيم ازاي حياه تجيب حريه؟ حيه بتجيب حيه وهتشوف بعدين. عارف ابراهيم ان ده اللي هيحصل. انت كنت عارف هو ده اللي قدرك عليه ربنا؟ تسكت تسكت وبعدين تقول لي ما انت كنت عارف. مروح يلا بقى تبص لي كده ليه؟ مروح بيتكم مش عاجبك قوم روح. يا ابراهيم انا مش قادر اصلب طولي. هروح فين بس دلوقتي؟ انا لو اتحركت من هنا هتصلي على روحي بكره الظهر.
انا لازم اشوفها عشر، لازم اشوفها. تصرف النبي عشر. حاضر أمي. تسمع دم الظهر تلاقيها مستنياك في كافيتيريا بساطة. ابراهيم عايز يشوفك. انا معرفش حد اسمه ابراهيم. اشتري منه هو تبقي سمعتي الكل. حكومة انت مش ده سمير اخوكي؟ مستنيكي في كافيتيريا بساطة. حلو اسمع مني. هو هناك دلوقتي. وطلع اللي في جيبه حطه على المكتب هنا. بقينا نقتل عشان ايه؟ عشان بقى تسيبه من صبيان زرزور. فاكرها هتعدي؟ انت كده عديت الخط ومفيش رجوع. هيتعمل لك مواجهه في النيابه وتتسجن فيها من 7 ل10 سنين. في ايه هات فاكرك مش عاوز تطلعه؟ حاجه ما تخصش حد غير يا باشا لا مؤاخذه. نعم يا اخويا. ما تزعلش كلام الباشا حلو يالا. وربنا لا يزعلكم وربنا لا يزعلكم. انت يا محمد حاضر ماشي
خلص يا حاضر. عارفه عايز اقول لسيادتك يا باشا، لا مؤاخذه يا باشا، يعني ايديك حنينه يا باشا، طريقه زي ايدين النسوان يا باشا. اه تضربني يا باشا، انا عليك الدم يا باشا. ساعات الباشا انا اعرف عربي يا باشا. موافقة يا مهل. بس تديني كلمتك مش هتلمسني. عمرك ما اديتيني ريحة حلوة، عمرك، رغم كده بقى أنا اللي مربيكي بحكم الجيرة، مربيكي بحكم عيني اللي بتتخطف من المطوع عليك. وهما لا تواخذني فيما لا أملك. لقد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لضعف الأهل ست عيشة. عليه الصلاة والسلام. اللي برا دي شنطة هدوم. أمي فاتتني وارتاحت. وأنا عديت الشارع وجيت لك. جاية بشوقي. عشان في رجولتك وشهامتك ومحتمية بيك. البيت هبيعه، سمير بعته دار رعاية كويسة، قالت لي عليها المستشفى واحسن من البلد اللي كنت بعمله. زي النهاردة شايف اليوم ده قدام عينيا، لما
موتك شد. كنت تيجي ما تقاليش عن كده. فايرة وجسمك زهر قبل اوانه. طول عمرك طول عمرك نفرية وحرمة. كلمتك يا معلم. اديني كلمتك. طيب اشوف وشك بخير يا معلم. يا ست استني استني استني. طول عمرك مستعجلة على طول وغضوبة. استجارتي فيا ديت هي اللي هتشل ايدي عنك ليوم الدين. الا بهواكي. دي كلمتي. الشنطه بتاعتك اللي بره دي مش هتخش هنا تاني. خلاص ما عادش فيها حاجه تلزمك. هتبتدي حياه جديده. برنسيسه متوجه. عشمي بقى ذوقي يكسفك. عمران يا معلم. اشمعنى؟ واحد من رجاله العرب ما ماتش واتمسك وقال الحكومه على كل حاجه. دلوقتي متحفظين عليه عشان يشهد ضد ابراهيم في المحكمه. هنعمل ايه؟ صدق هذا انت هذا مكتدي علينا. واحنا نقدر نعمل ايه يا ابني؟ ايه؟ العمل عمل ربنا. الانسان ضعيف. الانسان ضعيف. سلام. امورنا كبيرة. شوف يا سيدي. بعدها عرفت مين هو عبد الملك زرزور. يطلع ان المعلم معاه كشوفات وبيانات دايره الجيزه دي كلها، رواتبهم واسماء عيالهم ومدارسهم وحتى الكيف بتاع كل واحد فيهم. المعلم ما استناش يختبر نيه هيم يشوف هيسلمه ولا لا، وقرر انه يخرجه قبل الجلسه قام مشاع جواب للقاضي، واتختمت بتليفون من معلم سراج. القاضي عمل فيها بطل ومهموش. زرزور الكبير اراهب. كانت اغلى مهره في سوق الرهاوين. بعدها بسنتين بقت نمره واحد في سبق الحصانه. وبعدين تتعلق وتشد كره. دنيا غريبه. مكتوب ما تيجي يد اربطك جنبها. هو لو حصل هطلعه ايه؟ بغلي طبعا. وماله يا معلم؟ عمران مات؟ هيموت. ازاي؟ هتقتله. ايه ده؟ ازاي يا عم الحاج؟ بتعرف تنشن؟ ممكن. طب برضه مش مهم. حتى لو ما بتعرفش برضه مش مهم. هتفوت على عمك سراج يديك حته حلوان. بس لو قلشته احنا مش هنقلاش. فيك واحد طابب. ماشي. وبشوك انت بقى. بشوك انت. موزات.
وحشت عشر. عشر صاحب صاحب. مبروك على المكان الجديد. يلا نجربها. طب ده خص مين عشر؟ ما عادش فرق. الفرح ده بتاع مين عشري؟ يا ابراهيم ما قلت لك بلاش النهارده. عشري هتهزق نفسك. الفرح بتاع مين؟ مش نصيبك يا ابراهيم، عمرها ما كانت لك. وطلعت من نصيب مين؟ ولا جرحي؟ عبده معلم عبد الملك زرزور. هتيجي نروح ابراهيم؟ تعال روح النهار له عيون الصبح للصبح. لا لا يا عشر، عيب عيب، ده انت صاحب واجب ما تقولش كده. وانا بقى ابو الواجب وهعمل الواجب دلوقتي وفرشته عشر دلوقتي. ازاي يا ابراهيم؟ هقول له مبروك والاصول يا ابراهيم. هي دي الاصول. لا كده مش مبروك يا ابراهيم. عبد الملك روح عشر. استنى يا عشر. مبروك عبد الملك. مبروك عليك حريات. مبروك عليك حريات يا عبد الملك. استنى يا عشر. عورك عشرة. عورك عشرة. عورك عشرة. عشرة. عورك 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 عشرة. سبت معلمك ليه؟ دي دواخلك ما تستوقفنيش. لكن اللي أهمني يا غالي هو لو انت جيت فكرت في يوم وتسيب شغلي. انت ما سألتنيش، لكن انا هقول لك انا اخترتك ليه. لان الراجل اللي عيصون اسرار شغل سيده يبقى انا ماليش سيد. رغم انك مفارق سيدك ومش راجع. انا لما حاولت انا ماليش سيد. ماليش سيد. لما حاولت اسرسب منك معلومة قطمت، ولما ضغطت عليك اكتر توهت. اهم حاجه يكون السر بيناتنا ويندفن معانا. بس انا ليا شرطين. اولهم مالكش حمايه عندي، يعني بضاعه وفلوس وسر مدفون رابطنا زي حبل الوريد. وتانيهم فزوره تحلها يعني حنتبسمل وتعتمد، ولو ما حلتهاش يبقى مالكش مصلحة عندي. أسد
يحكم مملكة. روحوا في بيته اللي ما جابش غيرها. تكون تتعطر في ضبع خسيس تهواه ويصير روحها فيه. روحوا في بيته اللي ما جابش غيرها. تكون تتعطر في ضبع خسيس تهواه ويصير روحها فيه. لو جابت منه سرية هو نور عينها. الحلاب وسخ الأسد خده في كنفه ورفع عشانه وعمله دراعه اليمين. الحلاب وسخ شائل العناية الإلهية. الأسد يعرف ان الضبع كان بمشاية فهي هتودي الاسد في 60 دقيقة ويورث هو الملك كله. هو مش هيكون جزعر وانت مش هتشوفه. استنى هشوفه. ابراهيم ويورث هو الملك كله. هيقدر يقتله ولا يقدر يسيبه. تفتكر يعني ليك يا سيد ابراهيم؟ وعملها صاحبنا غمضني وراح برجليه للحج فارس، يعني خرج من عند عزرائيل ودخل عند ملك الموت. ابراهيم فضل يشرب ويشرب ويبلبع ويسف اي نوع برشام كان بيلاقيه. اسم ابراهيم انه نازل في حته كان بيشيل الخل، كان جيش لوحده. الفلوس كترت والحفره اتملت وحفرنا غيرها اوسع. عمنا زرزور بص بس المصيبة جاية جاية. دول مين؟ قول خد عماشه عمنا قسم يابا الفلوس اول باول زي ما خدناه. معاك يجي 650 جنيه 785. ما هي لو جت الحكومه هيجري هو بالمصاري ونجري احنا بضاعه الوالدين. انا عارف انه كان صح بس كنت بوقعك. ابراهيم خد الفلوس وحصلني. خطوة عزيزة يا معلم سراج. لو انت السادي خطوة كبيرة لو تفهمها. بطلت. وماله مش عيب. نقوله. مش الأصول اتذكر برضه كلمة زيادة هنسى العيش والمال. أنت اتخبلت يالا بتهددني؟ عليا الحرام وأشقك نصين بالطول لو حكمت. بسرعة كده قليت عقلك. أنت فاكر إننا ما نقدرش نجيبك حتى لو كنت في حضن عزرائيل؟ معلم بيعدلك النفس اللي بتاخده. وهتخلص قبل ما يخلص هو فنجان قهوتك. انجز المطلوب. تقعد بين ايديه وتاخد نصيبك. لو كان ابنه مش هيسامحه. انا مش جاي ارجعك لا. انا جاي احوش عنك. شوف يا ابن الناس. انت دخلت بالاصول تخرج بالتراضي. هو كان كاتب عليا انا؟ ده كمان التعدد ما يلزمناش. يختفي او يروح في داهيه او حر. انا ما اختفيتش. انا كنت عارف الكويت. مش ربنا كرمك ورجعت خفيف؟ يعني شوارعنا واحدة. شوف يا معلم سراج أنا ما بخافش. وفوق ده كله أخرس وأعمى وأطرش. وتجارتكم وزباينكم متحرمين عليا، أكتر من كده ما حدش له عندي حاجة.
ده قبل ما رجليك تغرز وتغوط في عبدنا. افتكر انت اللي مشيت في غيه فقدت صوابك. هو كان قصده ايه بشوارعنا واحده دي؟ شايفك يا ماشا 600 بالصوابك. ايه طيب طيب جاي دكتور معاشي جات الحكومه كيف بتفتش المطر مسكوا فين يالا اسكندريه بنشتري بضاعه قوم عايزك ايه واعمل لها ايه؟ دي مرات المعلم عبد الملك زرزور هتعوز مني ايه؟ مش لفوق بقى ابراهيم ما تنهدنيش عشرة من اللي بقولك عليه. طب اسمع انت الكلام اللي حبل. انا اعترت في الحاج فارس وقلت له ابراهيم عايز يعرف مين اللي بلغ عنه. الشغل هيفضل زي ما هو حصتنا هي هي وان كان على الخساره ممكن نقسمها بالنص زي ما انت قلت وان كان له هو كلام تاني حكمه هو اللي هيمشي 10 على 10. حصل بيا امبارح المغربيه رحت له طلع مصطاد مخبر من القوة اللي نزلت في الكمين اللي اتقبض عليك فيه. حذبه عندي يومين وعرف ان اللي ورا الحكايه كلها عبد الملك زرزور وهو اللي متصل بالمرشد بتاع الداخليه في اسكندريه ومرسيه على امتى ومين وفين ومديله باكو فوقيها كمان. مين بقى اللي ورا الترتيبه دي؟ مين؟ ست الحسن حوريه. حوريه؟ حوريه. ازاي؟ بنت فوتنا اللي شغاله عند عبد الملك زرزور فضلت وراها لغايه لما علقتها بنت اللي ما رضتش تفتح بقها لما اتجوزتها عرف طبعا طلع اللي بيخطط كل حاجه حوريه من الطبيخ للشكر وايديها بقت طايره ودبت صوابعها في عين الزرازير كلهم والكبير ما بقاش بيسمع كلام حد غيره لو ودته كل شويه تتفشله وهو يهلك وقتي وهو يعجز وعينيه تطفي تاني زي الاول واكتر لغايه لما ترجع له تاني بعد المداولة والاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة حضوريا في الجناية رقم 1309/7 على المتهم إبراهيم محمد عودة الشهير بإبراهيم الأبيض بالسجن سنتين مع الشغل. اصحى يا معلم اصحى. قمت منين يا بنت الكلب؟ يا لهو يا معلم أنا فطنة. الحق يا معلم قمت من النوم عشان أشرب لقيت الست حورية بتتسحب وبتخلع على بره. قوم يا معلم قوم. قول يا بت
تجيش يا حرام. معلش. انت اتجننت يالا؟ انت اتلطشت في دماغك يالا ورحمه ابويا رفضها. انت اتجننت؟ لا مؤاخذه هتعرف. انت فاكر نفسك هتلمسني ولا ايه؟ الكلام ما تبيعي بيه على زرزور. اوعى يا اوعى اوعى تتجننت. لا 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 يلا يا بيرش شامي يا الدنيا واطي. اوعى 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 يلا اطلع. ابراهيم خلاص مش طايق، والزرازير لو مسكوكي هينعشوكي. يبقى فاضل لك مين يا بنت خميس غير عاشق؟ السلام عليكم يا رجال. أطفال يا زينة الرجال. ازيك يا ريس بشري؟ الريس فارس مستنيك في الاستراحة الليلة، والطلب بتاعه من جوه. ربنا ما يحرمنيش منك.
بقالك قد ايه ما جيتش تزورنا يا عشري؟ ابراهيم انت حتى يوم خروجي ما جيتش تستقبلنا يا راجل. عشري صاحب صاحبه ايه؟ بقاني وش يا ابراهيم بعد ما حاجتك راحت؟ الأمانة اللي كانت معايا التخنة حرقية سرقت كل حاجة ورجعت لعبد الملك زرزور تاني. هتكلم مش عارف عرفت مطرح الحاجة منين. مخوني مش كده؟ عشري خد هنا تعال. خلت كل حاجة حتى عود أمي. تعيطش عشري. خلاص يا ايه ايه هذا اللي في وشك ده؟ مين اللي شرطك في اورتك كده في غياب؟ شويه عيال ملهاش لازمه بس خلاص اللي عملت معاهم الصح اتعلم عليك. اللي بياكلوا دول هو الطفح ده ما بيخلصش ولا ايه؟ انت هتخرفي؟ عاجبك كده يابا؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ تعديت التنت وزياده. هيموت لو ضارت العركه المعلم هيموت. لكن ماسك ما بتمسكش. هتعوروني جايز لكن ورحمة امي في تربتها قبل ما يخبط دماغه جفن هيكون مملك في الارض وطرشين في بطنه. سامعين ولا لا؟ كفايه عن كلامي ولا تحب نجرب؟ انت عايز ايه؟ شقه عمره يا معلم عقد امي وتلاتين الف جنيه خدتهم السنيوره في غيالي من فرشتي. بص لي ما تبصليش انا ما خدتش منه اياته ولا حاجه. الواد ده مش كان في السجن اصلا واللي واقف هناك ده كداب. وبعدين يا ابو يوسف ايه هناخد صوره ذكرى؟ لا كده يبقى فاضل لي 30,000 جنيه ما يخصوش تعريفه. بكره قبل المغرب هيبقوا عندي. هي دي الاصول يا معلم. هيكون معاك حد جوه. عايزه ايه يا بت؟ انا جايه مرسال ولازم ارد طوالي. مرسال؟ مرسال ايه؟ المعلم عبد الملك هيرجع لكم فلوسكم والست حوريه هتستناك في القرافه بعد اذان الظهر. مين اللي بعتك يا بت؟ هو تحقيق ولا ايه؟ الست حوريه هي اللي بعتني والكلام كان قدامهم كلهم. اشمعنى انت؟ وبفهم لوحدك يا خفيف. مالك مخروع كده ليه؟
يلا بس الكلب. بص حواليك الاول وبعد كده اضرب. فلوس ابراهيم مش ناقصين مليم. وده ان شاء الله عرق الفلوس؟ هدية ليك من المعلم. ايه المناسبة؟ المعلم اختارك عشان تلم الموضوع، عشان باقي عليك وعلى ابراهيم. وايه المطلوب؟ قرصة ودنه هياخده في حضنه تاني. كده هنخرف بقى. ده كلام المعلم مش كلامي. المعلم عايز يأدب ابراهيم. النهارده بعد العشاء تنزل انت وهو على القهوة. الترابيزة اللي في وش القهوة هتفضل فاضية، والمعلم هيستلمه من هناك. وإن شاء الله بقى يا معلمة اللي هيخليني أسمع الكلام ده، شوية الفلوس اللي رميتهم لي هنا دول؟ ولا جوز الخيل الحلوين اللي واقفين هناك؟ خد يالا أنت أهو يا نشن يالا أنا أهو نشن. اسمع اللي هقوله لك الأول وبعد كده أضحك براحتك. تفتكر إبراهيم هيتصرف إزاي لما يعرف إن أنا وأنت جماعتنا فرشة واحدة؟ ويا سلام بقى لما يعرف دخلتك عليا الفجرية وانت بتتسحب زي الكلب النتن في العتمة. مش هيصدقك. بصة واحدة في عينيك هيصدقني وهيخلص عليك، وحتى لو رحمك هيرفع ايديه عنك. ساعتها بقى هتقع على حجر مين؟ حجر المعلم. عنده بقى هتتمنى الموت يوماتي. انا مش ممكن اخون ابراهيم ابدا. انت خونت ابراهيم، امال اللي حصل بيننا ده تسميه ايه؟ وبعدين مين جاب سيره الخيانه؟ انت كده هتنقذه وهتنفد بنفسك. انتوا ناويين تعملوا معايا ايه؟ قلت لك قرصه ودن. انا واخده وعد من المعلم. مهما حصل بيني وبين ابراهيم انا مرضلوش الاذيه برضه. المعلم عايز ابراهيم، عايز يلمه تاني، ايه فيها ايه؟ بس انا مات الكلام وعقلك في راسك. الخمس بواكي دول يفتحوا لك مخك احسن ما المعلم يفتحوا لك. ها سلام عليكم. اللي بقول لك كده ابدا اتحريت، قلت بلبط شويه. عادي بلبط في الساعه دي. انت عارفني بقى عينك زي على الازاز. تعال اتحرش سوا. تعال مالك داخل حالك كده؟ كلامتك حلو عشان انت ما نمتش ولا ايه؟ وبيجي كيلو نوم لازم نخلص منهم. عشري مش هيصبروا علينا، لازم نخلص منهم قبل ما يخلصوا مننا. هتيجي احنا نسيب المخروبه دي يا ابراهيم ومنبصش ورانا زي ما كنت بتقول زمان؟ متاخر الكلام ده، احنا لازم نعمل حاجه ما تسمعش عنها قبل كده. امسك ايه دول؟ فلوسك رجعت يا ابراهيم. ازاي؟ لازم عملتك بتاعت امبارح حسبوها صح. لقوا بتاعة جوانا انها تتفتح عليهم، عرفوا ان مفيش الا ابراهيم واحد، ابراهيم الابيض. عشري فلوس رجعت ازاي؟
بعتوها مع فوتنا على القهوة النهاردة الظهر، خافوا بعتوها مع حد من الرجالة لنغدر بيهم. يا راجل لو يمسك ايه دول ابراهيم بالحق، وحقي وحقك ايه؟ الله انا مش اصحاب جرايا صاحب صاحبه، بس انا ما استاهلهمش يا ابراهيم. انا اللي استاهلهم. عيلك يا عم. اوه في الصندوق يا الحمراء. ده في واحد عشرة. ها ايه ده؟ هتصدقني لو قلت لك؟ صدقتك قبل ما تقول. اخلص ايه ده؟ 5000 جنيه يا ابراهيم اديهم لي علشان اخلص عليه. رزل يا ابن الرزل، ايه دول وبطل هزار. نفحه من الحاج فارس، شغلانه افيون. حاج فارس؟ اه ضيفه دي وخمس براكي عنده رمه ما يعملهاش. سيبك انت كنبتك حلوه يا حاجي. عارف يا ابني وانا في السجن مش عارف انام في الزنزانه بالليل، كنت استنى لما اخرج الحوش وانام. اصل لما كنت بنام بالليل كانت بنت الجنيه بقى تجيلي تطيف عليا وتشتغلني، ابص الاقي طفها في السقف عمال يتنطط لي يمين وشمال، شويه تلغيني شويه تدلعني شوية تطلع لي لسانها تكلم لي. طيب في واحد أنا جاية معاكم. ليه يا ماما؟ تعملي إيه؟ ده اسمه كلام برضو؟ أنت هنا ملكة بيتك. وأناش ضمني إنهم هيعملوا اللي اتفقنا عليه. عيب. عيب يا ماما، انا نازل بنفسي وده موسم وديني وما اعبد. لو كسرت وعدك ليا، لو موتوه او حصل له اي حاجه غير اللي اتفقنا عليها، ما هتشوف وشي بعد كده ولا الدبان الازرق هيعرف لي طريق. ماشي يا بابا فوق راسي. اوعدني مره تانية لو غالي عندك بجد بلاش تاخد حقك كله انه بادي. ها حقك هيجيلك، انا هجيبهولك. ابراهيم ابراهيم ايه عزيز؟ تيجي نروح على القهوة؟ تعالى يا بوهند. استنى يا ابراهيم، استنى مش رافع حته.
مش قادر تسلب كولا. بقول لك ميه بسكر. تحسنا انت عاوز. هروح على القهوة. ورايح. بعتني بكام يا صاحبي؟ 5 فوائد. بس تصدق ازعل منك يا عشري شوي؟ 5 فوائد شوية على ما يمضى بعد عشري. Thank you.
ايه يا بابا؟ حد يسيب بيته بابا؟ هون عليك تهون عليا.
الله.